مشاهدينا ورمضان كريم. اليوم برنامج عمرها راح يكون معكم من وسط مدينة رام الله لنتعرف على أهله وعلى أجواء رمضانية، وكمان لنتعرف على تحضيراتهم للعيد. وكل عام وأنتم بألف خير، أكيد راح تضلوا معنا وما تروحوا على أي مكان. أول سؤال معنا مشاهدينا لليوم، أين استشهد الشيخ عز الدين القسام؟ خليكم معنا مشان نعرف الإجابة الصحيحة. مرحبا. هلا مرحب. عرفنا باسمك؟ همام رماوي. هلا وسهلا فيك. هلا. كيف أجواء رمضان معك؟ والله الحمد لله تمام. يلا تمام. تحضيراتك للعيد كيف؟ والله لا شيء. يلا لسه في وقت. اوكي بدي اسالك سؤال، اذا بتعرف جواب رح تربح معنا 100 دولار كاش مقدم من مؤسسه فاتن. اها تفضل. اين استشهد الشيخ عز الدين القسام؟ الشيخ عز الدين القسام، اين استشهد الشيخ عز الدين؟ يلا فيش جواب. اوكي يلا مش مشكله، مع هيك رح تربح هديه بسيطه من مؤسسه فاتن. تفضل. شو بتحكي لمؤسسه فاتن؟ إيه شكرا لها وان شاء الله للافضل. شكرا كثير لك، رمضان كريم. الله. شكرا. مرحبا. اهلين. يا مرحبا. عرفنا باسمك؟ احمد ابو بكر. اهلا وسهلا فيك. يا مرحبا. كيف اجواء رمضان معك؟ والله اجواء رمضان شهر الخير والمحبه والبركه، وان شاء الله ربنا بام الخير والسلام على الشعب الفلسطيني جميعا، لانه امه محبه وسلام ان شاء الله. ان شاء الله. الله يسمع منك. كل شو طالع انت وليله تحضروا للعيد؟ اكيد والله بنحضر للعيد وبنتسوق. يلا تمام. اوكي بدي اسالك سؤال يا احمد، اذا بتعرف الجواب راح تربح معنا 100 دولار كاش مقدم من مؤسسه فات. الله يسلمك. أين استشهد الشيخ عز الدين القسام؟ استشهد في جنين في أحراش يعبد. متأكد؟ نعم نعم. إجابتك صحيحة وتربح معنا 100 دولار كاش مقدم من مؤسسة فاتن. شو بتحكي لمؤسسة فاتن؟ بنحكي لمؤسسة فاتن شكرا جزيلا للمؤسسين، لأنها هي من أسس المؤسسات الوطنية اللي بتدعم التنمية في فلسطين. شكرا كثير لك ورمضان كريم. سعدك. شكرا لكم. كان يسأل معنا مشاهدينا من مؤلف كتاب أيام في معتقل النقب، خليكم معنا مشان نوصل للإجابة الصحيحة. مرحبا. عرفنا باسمك؟ أيوب. أهلا وسهلا فيك أيوب. أهلا بيك. كيف أجواء رمضان؟ منيحة. كيف تحضيرات الناس للعيد؟ طبعا منيحة. أوكي بدي أسألك سؤال، إذا بتعرف الجواب راح تربح معنا 100 دولار كاش مقدم من مؤسسة فاتن. تفضلي. من مؤلف كتاب أيام في معتقل النقب؟ وين في أي بلد يعني؟ مين اسم المؤلف؟ أسألك سؤال بس صعب السؤال، سأليني أنا سؤال ثاني وبجاوب. أنا ما في جواب؟ لا. أوكي راح تربح هدية بسيطة من مؤسسة فاتن، تفضل. شكرا كثير لك ورمضان كريم. مؤسسة فاتن مشاهدينا هي المؤسسة الوحيدة في الضفة وقطاع غزة وبتمويل إسلامي وأقل التكاليف، خليكم معنا مكملين حلقتنا. مرحبا. أهلين. عارفين باسمك؟ أم سامر من البيرة. سهلا فيك يا أم سامر. فيك. كيف تحضيراتك للعيد؟ والله الحمد لله ماشي الحال، منيح إن شاء الله. طالعين تعملوا هلا؟ والله بنتبطع لهالولاد. يلا تمام. بدي اسالك سؤال، اذا بتعرف الجواب رح تربح معنا 100 دولار كاش مقدم من مؤسسه فاتن. ان شاء الله. من مؤلف كتاب ايام في معتقل النقب؟ ايام في معتقل. يلا ساعدوها بناتها. يلا خيارات في الشيء. لا للاسف علينا شويه ما في خيارات. عيد السؤال بالله. من مؤلف كتاب ايام في معتقل النقب؟ والله ما عندي فكره. يلا مع هيك مش مشكله، رح تربح هديه بسيطه من مؤسسه فاتن. شكرا كثير لك، كل عام وانت بألف بخير ان شاء الله. شكرا لك. مرحبا. عرفنا باسمك؟ عبد العور تاني. اهلا وسهلا فيك. كيف اجواء رمضان تحضيرات العيد؟ الحمد لله رب العالمين تمام. يلا الحمد لله. اوكي بدي اسالك سؤال، اذا بتعرف الجواب رح تربح معنا 100 دولار كاش مقدم من مؤسسه فاتن. من هو مؤلف كتاب ايام في معتقل النقب؟ اعطيني جواب. خلص عبد الستار قاسم. حكوا جواب نهائي. ان شاء الله. اجابتك صحيحه وبتربح معنا 100 دولار.
فاتن من مؤسسة فاتن. شو بتحكي لمؤسسة فاتن؟ وصل البيجامة دير بالك. شو بتحكي لمؤسسة فاتن؟ كل الاحترام لكم، ان شاء الله ربنا يوفقكم كثير. لك رمضان كريم. تسلم. سلامات.